أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلدة صغيرة تسمى بايوكس بين لي هافر وكنيسة سانت ميشيل، فهي في النص، وأنا هدفي الكنيسة طبعا المشهورة والتي تعد من الخمس الشواهد السياحية اللي يزور باريس لازم يزورها، لأن بس هاي تبعد عن باريس تقريبا ساعتين، اللي هي قلعة وكنيسة كاتدرائية سانت ميشيل. إن شاء الله نكنا من الحيين بكرة بنمر عليها وبعض المدن اللي جنوبيها. هذه بلدة بايوكس قررت أبيت فيها لأنها نوعا ما قريبة من سانت ميشيل، لكن هاي البلدة مو بسياحية، ما أنصحكم تكون فيها لأنها مو بسياحية، بس فقط أنا للراحة والتصوير. يلا وراي واحد، وهذا شارع التسوق الرئيسي طويل جدا. بنبدأ من اليسار، النهاية هني تطلع فوق. ما زلنا في 1/5 والمحلات مبندة بسبب إجازة يوم العمال العالمي. بالمناسبة هالمدينة ما بعيدة ترى عن البحر، تقريبا يفصلها عن البحر 20-15-20-17 كيلو جي. ومثل ما قلت لكم فرنسا تشهد ضربات في الطيران في المطارات بسبب السياسة الجديدة اللي بيدخلونها لهم في أمور التقاعد. أكبر شركة يعني اللي هي الشركة الوطنية SNFS هذه الحمراء الفرنسية، فيوم يشتغلون يومين لا، يوم يشتغلون 3 أيام لا، يومين يشتغلون بالطريقة هاي، مسوين لهم برنامج هاي اللي تخدم أكثر المدن الفرنسية. أما قطار الآيس وقطار لندن باريس هذيك الشركات شغالة ترى، بس إنه هذه الشركة الرئيسية في فرنسا هي هاي اللي يسوون لها ضربات. كذلك الطيران الفرنسي كم من رحلة ألغوا، عشان شي أنا ما اخترت الطيران بعد يوهقوني في الدوام يتعلم الإمارات. أتوقع السفر هاي تكلفني فيها 32 يوم أو 33 يوم، تكلفني تقريبا بحدود 40-42-43 شي، بين 40-43 ألف درهم إماراتي. فيها القطار الصغير ركوب القطار 6 يورو الكبير، 3.5 للصغير. يلا بناخذ جولة وراي واحد. تقول راكب خيل. هذا المتحف الحربي، نشوف بعض الدبابات الألمانية القديمة. سلحة
القديمة اللي استعملت في الحرب العالمية الثانية. خلصنا من القطار، مربي على مقبرة ما كنت أدريبها، مقبرة الناس اللي ماتوا أيام حرب النورماندي، كنديين على بريطانيين على من جنوب أفريقيا، جنب المتحف الحربي. بس أنا فكرت بياخذ لفة ويرجع عشان أصور على الجهة اللي أنا جالس فيها، لكن أكمل طريق ثاني. يعني عموما في مقبرة هنا المدينة هاي. فأقولكم دائما هذا القطار الصغير يوديكم أماكن ما تتوقعونها، تشوفون أشياء غريبة. يعني لو أنتوا قارين عن المدينة ولا شيء، لكن بتشوفون أشياء ما تدرون بها. مطاعم طبعا تفتح الساعة 8 الساعة 7. أكثر المدن الأوروبية شيء يبندون من بعد الغداء، يفتحون على العشاء، يفتحون حق العشاء. شغلة بطراني ما علموهم بنغالي والهنود 24 ساعة من الصبح لين في الليل شغالة. نواصل هذا مقابل الأوتيل.